وبالتالي انا ما يمكنليش نخرق القانون. دابا العقار في الجزيره المغربيه ما كيديرش 600 درهم. القانون كيقول في الوضعيه بحال هذه سنويا كيخصنا عقد اللجنه الاداريه وتراجع على القيمه وتبلغ بها جميع المستفيدين باش يجيو يخلصوا. الى داز العام اللي ما خلص تعاود تراجع على القيمه ويتم الاخبار ديالو. وكان هذه العمليه كتكدار. دابا القيمه تكرار على الاقل ما تكون 3000 درهم ولا 4000 درهم. ما غاتجيش تلومني انا علاش ما تخلصش من هذاك اللي باغي يجي يخلص لي ب 600 درهم. ما غنخلصش منه ويستدعيني وعندي باش ندافع على راسي. الملاحظه الخامسه، الملاحظه الخامسه عاد دفتر التحملات باغي ينظم العلاقه بشكل شفاف ما بين الجماعه الحضريه وما بين المستفيدين. غدا اللي غتصدقوا على دفتر التحملات اي مواطن اللي غيجي لمصلحه الممتلكات وعنده علاقه بهذه الجزيره استفد ولا وارد ولا باغي يشري تفويت عند شي حد، الجماعه غتعطيه هاد الكناش وهو الروسي يمشي يقرا وغيعرف الحقوق ديالو ويعرف الواجبات ديالو. اش كتسلو الجماعه؟ اش كيتسلى الجماعه؟ وقبل ما يتكاتب مع اللي غاي يفوت له ولا اللي غاي يتبايع معاه يعرف اشنو اللي عليه في هاد دفتر التحملات. وكان كانت عندنا هاد الوثيقه كنا نتجاوزوا واحد المجموعه ديال الاشكالات. وحنا دابا بغينا ناسسوا للشبابيه اللي كيخاف السي بونوار باش ما تكونش كون هادي. حنا ما عندنا الا الشفافيه وزياده. حنا الشفافيه الا مازلنا فيها ما نعرفوش نقصوا فيها، واخا بغيو نقصوا فيها ما كنعرفولهاش غير كون هادي. الهدف السادس، الحقوق السكان الحالي. خصكم تعرفوا الاخوان اشنو دابا الوضعيه الحاليه اللي قايمه، اشنو الاشكال. الاشكال كاين واحد المواطن اللي كان ساكن في جبل درسا وفي 88 البلديه عطات له الفقهاء الارض، هدمت له الدار ديالو، مشى سكن تما، بنا دار كدا سكن. ولا واحد المواطن اخر استفاد في 89 ولا في 90 ومشى بنا وسكن تما. اشنو الوضعيه اللي كيتواجد عليها؟ ما عندوش الضوء، الاناره العموميه، الانقطاع المتكرر للكهرباء المنزليه، ما عندوش طريق فين يدوز، ما عندوش البالوعات دوار الحار. دوار الحار كي ما كيفيدش عليه بالسائل ولكن كيفيد عليه بالامور اخرى، هذا حقه. البلديه باعت له ضمن له واحد الشروط الاساسيه باش يبني ويسكن. كيفاش بغيتيني انا نضمن له هاد الحقوق والنسبه للناس اللي ساكنين تما 20% و 80% دايرين البقاع تحت يديهم وقارنين، لان عارف اللي خداها ب 600 درهم ودابا وصلها 10 5000 درهم وكيستناها توصل ما عرفاش 10000 درهم ولا 20000 درهم. شكون اللي كيتكرفص؟ شكون اللي كيخلص الثمن بهذا التعامل؟ ذاك المواطن. شكون اللي كيتحمل المسؤوليه اخلاقيا؟ البلديه. اشنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو في هذا دفتر التحملات والمقتضيات. اللي عنده شي بقعه نعطيو له المهله 3 شهور يجي يخلص البقعه ديالو. التكلفه اللي غدير اللجنه الاداريه للتقويم. اللي غيفوت مع ان حتى اشكال، لان كاين الورثه كاين كذا كاين كذا، يتباع دفتر التحملات ولكن داخل 3 شهور ويجي يفوت ويسوي الوضعيه ديالو. ملي غتفوت هاد المده البقع اللي موليهم ما جاوش، ولا واحد الانسان اللي بدا كيخلص وهذا الشيء كنقولوه ولا طول الله العمر ديالنا راه خنديروه، راه ماشي غير كنقولوه، راه المواطن بعض المرات كيغلط وكيجيب الله بلي بزاف الناس راه غير كتهضر. راه شي واحد الا خلص البقعه
بالمية الدرهم وداز ديك الشهور غير لقى الفلوس ديالو في الصندوق ولا البقعة ديالو غدار لها السمسارة اللي غيشريها. والمفروض السمسارة سي محمد مرة أخرى كنقدر ولكن بعض الأحيان كتقرا وكتقرا بالزربة نبهات سي سمير القاسمي وفي المداخلة الثانية ديالك ركزتي على هذا الشيء لا ديروا لنا اللجنة الإدارية لا قولوا لنا الثمن باش نصدقوا. حنا إلى حد الآن كنعتبروا البقعة كاملة موزعة وكنعتبروا مواليها عندهم فيها الحق وعاطين هذا الأجل ثلاث شهور الناس باش تسدد وتصحح الأمور ديالها. ملي غدوز ثلاث شهور الناس اللي ما سواوش ولا الناس اللي عندهم الإشكالات عاد غنديروا فيهم هذا الإجراء اللجنة الإدارية. عاد غتجي اللجنة الإدارية وتقول لنا لا 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 المناطق ديال الفيلات هاد الثمن ديالها ثمن اللي غتبدا بها السمسارة ماشي بالعيطة الثمن ديالها. البلاصة اللي فيها الاقتصادي هاد الثمن باش غتبدا السمسارة والبلاصة ديال العمارات هاد الثمن باش غتبدا السمسارة وغيدار داكشي بشكل شفاف وغيجيو المواطنين والمستثمرين واللي باغي يقتري البقعة وغتعرض للمسايرة وقرار كذا ها الوضعية ديالها هاتف ها اللجنة الإدارية في حدد الانطلاقة 1500 درهم ولا 2000 درهم شكون اللي غيتزايد على ديك الثمن ويتزايدوا المواطنين على خاطرهم واللي وقفت عليه نكتبوا معاه بداك النهار ينزل الشيك ديالو ونتكتبوا معاه ونعطيو له الرخصة بداك النهار. وحنا مواجهة مع هذا الشيء كنديروا الإجراء آخر مع الوكالة الحضارية باللي على الخصوص بالنسبة لهذه التجزئة خاصنا نحترموا حنا دفتر التحملات ولكن الناس اللي غينزلوا الرخصة ديالهم نحاولوا في ظرف أسبوع نعطيهم الرخص ديالهم يمشيوا يبنيو. إذا الهدف هو أولا نحميو الحقوق للجماعة.